أن توضح الخصائص الرئيسية للحبليات. أن تكون قادر أيها الطالب أن تحدد الخصائص المشتركة للفقاريات. أن تكونوا قادرين على أن تقارنون بين حيوانات متغيرة وثابتة درجة الحرارة. في درس سابق أخذنا تصنيف الحيوانات، وقد صنفت مملكة الحيوانات إلى قسمين رئيسيين، فمن يذكرنا بهما؟ أحسنت، الفقاريات واللا فقارية. معظم الحيوانات المألوفة بالنسبة لنا هي حيوانات ذات عمود فقري، وتنتمي إلى مجموعة تسمى الحبليات. تمتاز الحبليات بثلاث خصائص. أول خاصية أولاد عندي أنها تمتلك حبل ظهري، وهو حبل رفيع يمتد على جسم المخلوق الحي. هذا حبل ظهري بيمتد بطول الجسم المخلوق الحي. رقم 2 إنها تمتلك حبلا عصبيا، زي ما أنتم شايفين هذا الحبل العصبي، كما أنها تمتلك شقوق بلعومية تظهر في مراحل خلالها النمو. الحبليات مجموعات من الحيوانات تمتاز بثلاث خصائص مشتركة تظهر خلالها نموها، وهي أول واحد أنها تمتلك حبل ظهري وحبل عصبي وشقوق بلعومية. الحبل الظهري كما تلاحظون وهو حبل رفيع يمتد على طول جسم المخلوق الحي أثناء نموه، كما تلاحظون ده بسميه حبل عصبي، وبيكون في معظم الحبليات بيتغير أحد طرفي الحبل العصبي ليكون الدماغ، كما أنها تحتوي على الشقوق البلعومية وهي فتحات تصل تجويف الجسم بالبيئة المحيطة به. هنا مخطط المملكة الحيوانية. طبعا في بداية الدرس ذكرنا المملكة الحيوانية وقلت أنها قسمت إلى قسمين، اللافقاريات والحبليات اللي هي الفقاريات. كما تشاهدون تقسم الفقاريات أو الحبليات إلى ثلاث مجموعات، ألا وهي الكيسيات، الصهيمات، الفقاريات. طبعا نركز على درسنا الفقاريات. قسمت الفقاريات إلى خمس طوائف، أول الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات. وقد تشترك الحيوانات في كل مجموعة من خصائص معينة، وتتنوع أشكال مجموعاتها طبعا الحبليات. وقد تم اكتشاف منها حتى الآن 42,500 نوع من الحبليات، كما تعد الفقاريات ومنها الإنسان من أكبر مجموعات الحبليات. الفقاريات بيكون لها جهاز داخلي عظمي، وظيفته يا أولاد إنه يحمي الأعضاء الداخلية للجسم. يبقى أنا عندي في الفقاريات جهاز داخلي عظمي وبسميه بالهيكل الداخلي، ده وظيفته إنه يوفر للجسم الصلابة ويحمي الأعضاء الداخلية. مثال: تحيط الفقرات بالحبل العصبي وتحميه، كما أنها تحيط بالجمجمة اللي هي الدماغ وكمان إيه تعمل على حمايته. لها عضلات تتصل بالهيكل العظمي لتجعل الحركة ممكنة.
كما أن معظم الفقاريات بتكون متغيرة درجة الحرارة، مثال عليها الطيور والثدييات تكون ثابتة درجة الحرارة. ماذا عن درجة حرارة الحيوانات الفقارية مثل الطيور والزواحف والثدييات والبرميات؟ درجة حرارة الجسم لبعضها بيكون متغير درجة الحرارة، أي أن الجسم الحيوان الفقري يتغير على حسب درجة حرارة الموجود بها، وتسمى هذه المجموعة متغيرة درجة الحرارة، مثال عليها الأسماك والبرمائيات والزواحف. يبدا يا أولاد بسميها حيوانات متغيرة درجة الحرارة، أي أنها تتغير درجة حرارة جسمها مع تغير درجة البيئة اللي بتعيش فيها، زي الأسماك، البرمائيات، الزواحف. أما النوع الثاني من الفقاريات فإنها ثابتة درجة الحرارة، لا تتأثر بدرجة حرارة الوسط المحيط بها، مثال عليها الإنسان والعديد من الفقاريات، وهي حيوانات درجة أجسامها بتكون ثابتة، ما تتأثر بدرجة حرارة البيئة المحيطة بها. الأسماك. تعد الأسماك أكبر مجموعة الفقاريات التي تعيش في الماء، وهي حيوانات متغيرة درجة الحرارة، وقد تكيفت أجسامها بحيث تستطيع العيش في المياه العذبة والبرك الدافئة الضحلة أو في المياه المالحة في أعماق المحيطات. أسماك. تعد الأسماك أكبر مجموعة الفقاريات التي تعيش فين؟ تعيش في الماء، وهي حيوانات زي ما قلت لك متغير درجة الحرارة، ولكن الجسم بتاعها مكيف انها تعيش في المياه العذبة والبرك الدافئة والضحلة او المياه المالحة في اعماق المحيطات. للأسماك تراكيب مليئة بشعيرات لحمية تسمى ايه؟ تسمى الخياشيم، والخياشيم كما ذكرت سابق انه عضو يسمح للمخلوقات التي تعيش في الماء بتبادل الغازات، بحيث تحصل على الاكسجين المذاب في الماء وتتخلص من ثاني اكسيد الكربون. ولمعظم الأسماك عدة أزواج من الزعانف، منها الزعانف الظهرية والبطنية، ودول يا أولاد بيساعدوا على اتزان السمكة، كما تعمل الزعانف الجانبية على الحركة، كما أنها تحتوي على زعنفة ذيلية فتساعدها على الاندفاع في الماء. كما أن لمعظم الأسماك قشور تغطي جلدها، وهي عبارة عن صفائح عظمية مستديرة ورقيقة، يغطي الجسم بتاعها قشور وهو عبارة عن صفائح عظمية مستديرة ورقيقة. وهناك ثلاث مجموعات رئيسية للأسماك، وهي أسماك عظمية واللافكيات والأسماك الغضروفية. والأسماك الغضروفية تمتاز بأنها أسماك عظمية بهيكلها مكون من عظام، بينما الهيكل الداخلي يحتوي على الغضروف، والغضروف عبارة عن نسيج مرن وقاسي يشبه العظام ولكن أقل صلابة وأكثر مرونة. الأسماك العظمية
تشكل 95% تقريبا من الأسماك، مثال عليها الهامور والشعوب. كما أن التكاثر في معظم الأسماك بالإخصاب الخارجي الذي يتم خارج جسم الأنثى، حيث تطلق الأنثى في الماء أعداد هائلة من البيض، ثم يسبح الذكر مطلقا حيواناته المنوية فوقها فيتم الإخصاب. النوع الآخر ألا وهو اللافكيات والأسماك الغضروفية، وقد تضم رتبة اللافكيات عدد محدود من أنواع السمك. تمتاز هذه المجموعة بجسم أنبوبي طويل غير مغطى بالقشور، كما أن هيكلها داخلي غضروفي، كما أنها تحتوي على فم دائري عضلي دون فكوك، كما أنها تحتوي على تركيب تشبه الأسنان. كما أنه يمكن اعتبار مثال على اللافكيات اللي هو سمك الجلي، وده مثالا واضحا على الفلكيات. كما أنه يتطفل على الأسماك الضخمة فيثبت نفسه عليها باستخدام عضلات فمه القوية. والأسماك الغضروفية هيكلها الداخلي مكون من الغضروف كما في اللافكيات، والقشور بتكون قشور خشنة كورقة مينا ولاد كورقة الصنفرة، كما أنها تحتوي على فكوك متحركة. والعديد من أسماك القرش بتحتوي أيضا على أسنان حادة، كما أنها لها طريقة نمو شبيهة بطريقة نمو القشور. كما أن الجدير بالذكر أن معظم الأسماك الغضروفية بتكون حيوانات مفترسة. وإلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. الواجب قارن بين الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة والحيوانات ثابتة درجة الحرارة. انظر الكتاب صاد 136 رقم 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.